مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. صباح الخير للسادة المستمعين، انتم ما تسمعوا فينا على الحياة FM إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع طبيب المختص. في الجزء الثاني للحصة اللي خصصناها للحديث عن مظاهر العنف اللفظي والمادي عند الطفل والمراهق، معنا الدكتورة مانيل داردور، طبيبة مختصة في الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين. مرحبا بك دكتورة في الحصة الثانية. بيك عفيف ومرحبا بمستمعينا الكل. يعطيك الصحه. دونك دكتوره، تطرقنا في الحصه الفارطه للمظاهر العنف اللي نجموا نراوهم عند الطفل والمراهق، وفسرت لنا كيفيه التكوين النفسي للطفل وشنية المشاكل اللي تنجم تصاحب التكوين النفسي. دخلوا معنا مربين وكانوا حقيقه فاهمين للوضعيه ومتفاهمين لكيفيه التعامل مع الطفل. حبينا في الحصه هذه لو كان تفسر لنا مظاهر العنف، وقتاش نقولوا هذا مظهر من مظاهر العنف وما هي أنواعه؟ العنف الحقيقة فيها زوز أنواع، ثم العنف اللفظي والعنف المادي. اللفظي يعني باللسان بالكلام الجارح، والمادي وقت نلحقوا أذى جسمي على الشخص الآخر. دونك وقت نحكيو ثم عنف بالطبيعة. تبقى ثم نوع عنف مهم على الآخر وقاعد يستفحل، ماذا بيا نحكي عليه، اللي هو التنمر. التنمر في المدارس متاعنا هي ظاهرة زادة قاعدة تستفحل، هو مظهر مظاهر العنف. شنو هو التنمر هذية؟ في الحقيقة هو ينجم يكون عنف مادي وإلا يعني جسدي وإلا لفظي، تبقى يكون مقصود ويكون متكرر. كيفاش؟ دونك هنا باش ناخذ ظاهره عنف عاديه، مثلا زوز صغار تعاركوا، قد يكون العنف ما بيناتهم متبادل وتصير مره بركه وما كانوش محضرين لذلك. تبقى في التنمر المعتدي يكون يستهدف ضحيه ويكون يقصد الاذلال من الشخص الاخر، يعني هو مش دفاع عن النفس، هو يقصد كونه الشخص الاخر اللي يكون اضعف منه عاده، يقصد كونه يذله ويكون بصفه متكرره. في بعض الأوقات الضحية يولي مش ضحية معتدي برك، لأنه ساعات يصير المعتدي ساعات يعزل الضحية. إش معناها؟ ناخذ مثال، كانوا في قسم ثم تلميذ اللي هو يعتدي على تلميذ آخر أضعف. أضعف إش معناها؟ قد يكون مختلف، قد يكون تلميذ جديد في القسم، قد يكون تلميذ عنده اختلاف جسدي، تعرف راه ساعات غير كو يلبس لونيت، راه مش بالضروره يكون عنده حاجه جسديه كبيره، قد يكون اضعف او اسمن من العاده الى اخره، قد يكون زاد النتائج المدرسيه خايبه، قد يكون حشين برشا ما يعرفش يدافع على روحه، لا يزي يتنمر به، اما ساعات يخليه معزول، بمعنى اي صغير يحاول يدافع عليه حتى هو زاد يولي عرضه للتنمر. هذاك علاش ثم صغيرات ساعات يخافوا باش يدافعوا عليه، ولهنا نلقاو زاد اللي التنمر ينجم يتعدى من العام العام. يعني ثم صغيرات للأسف يتعرضوا قداش من عام للتنمر، والولي ساعات ما يكون في باله، وقول ساعات الإطار التربوي ما يعطيوش قيمة للشيء هذية، بينما هو عنده انعكاسات. يعني التنمر والعنف بصفة عامة عنده بطبيعة انعكاسات سلبية على نفسية الطفل. شنية الانعكاسات السلبية اللي يتنجم تكون جراء العنف اللي يتعرض له الطفل، وخاصة هذه مشكلة التنمر اللي ولات موجودة، رانا ولينا نراوها حتى عند الأولياء اللي هو ما يمر روها لصغارهم بطريقة ممكن متعمدة أو غير متعمدة. الضحية بطبيعة نجم يتعدى برشا اضطرابات نفسية. أول حاجة قد يولي عنده علامات تاع اكتئاب. شنية علامات الاكتئاب عند الأطفال؟ خاطر برشا ناس ما يعرفوهاش. الصغير أول حاجة يولي مش مركز في القسم، نتائج المدرسية تطيح، يتبدل، يعني الولي يقول لك ما عادش كيما قبل. يولي ما عادش عينته باش يلعب مثلا الحاجات اللي كان يحبها قبل. قد النوم والشاهية متاعو يتبدلوا، مثلا يولي ما عادش يرقد بالكدا في الليل، وإلا يشوف كوابيس، وإلا الشاهية متاعو تطيح. دونك ينجم بطبيعة يتعرض زادة لحالات قلق وتوتر، يولي مثلا عنده رهاب مدرسي. هذية ممكن بعض الأولياء شافوها عند بعض الصغيرات. شو معناها رهاب مدرسي؟ اللي صغير يكون باش يدخل الباب المدرسة يولي يبكي، وتولي تجي حالة قلق، نوبة متاع هلع وقلق. الولي يقول لك كان عادي يمشي المدرسة فرحان، واللي يبكي وما يحبش يدخل القسم. دونك اذا كان عندنا صغيرنا رافض القرايه، لازم نسالوا علاش. ثم صغيرات راهو الرهاب المدرسي يظهر عندهم بوجيعه الكرش،
يعني ثم صغيرات في العطل لاباس تجي القرايه واللي كرشي توجع كرشي توجع، راهو هنا لازم نحكيو مع صغيرنا على خاطر هو في الحقيقه ينجم يكون ضحيه نتاع عنف. بالطبيعه زاده الصغير ينجم يحس روحه مذلول في وسط اصحابه، تولي عنده قله ثقه في النفس، وينجم هذا يتطور الى ما يسمى بالرهاب الاجتماعي، يولي الصغير جابد روحه وماذا به ما يعملش حتى خلطه مع اصحابه باش ما يتعرضش للعنف. واضح. دكتوره شنية أسباب العنف؟ علاش الصغير فما صغير يكون هو يكون مصدر ولا يعمل العنف هذا كسوة مادي وإلا لفظي على أصحابه على المربين متاعه على الولي متاعه؟ شنية أسباب العنف؟ الأسباب كما قلنا تنجم تكون مربوطة بالطفل أو بالمحيط. بالطفل يعني العمر متاعه، مثلا عمر المراهقة هو أكثر عمر يكون فيه الطفل ينجم يكون يولي عنيف. زيدا نقاو العنف عند الأولاد أكثر، مش معناها اللي البنات ما عندهمش عنف، لا حتى البنات زيدا في برشا أوقات نلقاو عندهم، أما الإحصائيات تقول كونه أكثر المعتدين بالعنف هما من الذكور. حاجة أخرى زادة من جملة الأسباب بالطبيعة هي المحيط. شو معناها المحيط؟ الصغير اللي عائلته ثم عنف اللي هو لول معرض للعنف، الصغار راهو اللي يضربوا هما صغار راهو كي باش يكبروا باش يوليوا يضربوا، الصغير اللي بوه يقول في الكلام الزايد راهو هو كيف كيف نهار آخر باش يولي يقول الكلام الزايد. الصغير اللي ما نتلهوش بيه وما نعرفوش شكون يخالط وين يمشي وين يجي راهو باش يتلموا به اصحاب السوء، وراهو باش يولي زاده عنده عنف لفظي. كيف كيف الكبت، الكبت يعني كل ما هو ضغط كبير على الصغير، يا اما ضغط نتاع كونه في الطفوله نتاعو نعديو هيلو اقرا قداش جبت لازم تجيب معدل كذا اقرا ليتود، نحرموه من الطفوله نتاعو واللعب، راهو بعديكا باش يصير لنا كل انفجار في مرحله المراهقه، وينجم المراهق يصيب القرايه نتاعو ويولي بالحق يدخل في سلوكيات عنيفه. بالطبيعه زاده وسائل الاتصال اللي هي تنجم تكون عندها دور كبير. مهم حاجه اخرى مهمه على الاخر، راهو العنف يولد العنف. مثلا نعطي مثال، الصغير اذا كان المربي نتاعو معناها المعلم او الاستاذ بطبيعه مع احترامنا للناس الكل، اذا كان هو يسمح لروحه باش يكون عنيف مع الصغير راهو باش تنتظر منه حتى هو نهار اخر يكون عنيف، سواء عنف لفظي او مادي راهو ردوا بينا من حاجه. بالخاص مع المراهقين ردوا بينا نستفزوا المراهق، راهو المراهق اذا كان استفزيناه بالخاص قدام صحابه او ضحكنا عليه صحابه او خليناه محل سخريه من صحابه في القسم راهو ما نجمو ننتظروا منه الا كون تكون سلوكياته عنيفه. كيف كيف غياب القدوه، يعني الصغير كيفاش ما يكونش عنيف اذا كان القدوه تطيح في الماش، معناها الام والبو ولا هما يربيو هما الاولين ما هماش كيما نقولوا لي بون اكزامبل، ما هواش المثال الاعلى. اذا كان زاد المربي المفروض هو القدوه يحس الصغير الا هو ما هواش قاعد يقري بضمير، يحس الصغير الا هو يقري فيه على خاطر ليتود، يحس الصغير الا هو يميز في ولد فلان او شخص يقرا عنده اتود عليه هو. دونك شفت الكبت هذا الكل بطبيعه ينجر عليه عنف من بعد. واضح، خاطر صغيراتنا ذكيين ويفهموا برشا الاصغار، الصغار معناها يلاحظوا كيما قلت التمييز ينجم يكون هو من سبب من أسباب العنف. دكتورة شنو هو دور الوالي والمربي في العلاج قبل ما نوصل للعلاج؟ أول حاجة كونه نتفهموا الطفل، أول حاجة لازم نسمعه، خاطر أغلب الأوقات الصغير العنيف هو صغير ما قاش شكون يسمعه او زيدا ما عندوش مهارات الاتصال والتواصل، وهذه بربي نقطه مهمه على الاخر، خاطر برشا اولياء يحرصوا على قرايه صغارهم قد يجيب معدل اما ما يحرصش الا هو عنده مهارات اجتماعيه وتواصليه، واحنا في حاجه لها، وهذا يراو حتى من البلاتوهات ساعات في بعض التلافز اللي ساعات الراو تبركلا اللي مفروض هما القدوه يكونوا هما عندهم عنف لفظي كبير وعدم احترام للاخر. راهو احنا ناقصنا برشا ما يسمى باثبات الذات. شنو هو اثبات الذات؟ كونه نحكي مع الشخص آخر باحترام، نقدروا، نعبر على رأيي ما غير ما نخاف، أما زادة ما غير ما يكون عنيف، خاطر البعض يعتبر للأسف اللي العنف اللفظي هو طريقة لإثبات الذات، هذا مهيش صحيح. عمره ما كانت حريتك أنت في الكلام تكون على حساب غيرك. دونك نعلموا صغيراتنا أساليب التواصل، وما أحوجنا المادة كيما هكا على خاطر نشوفوا البلدان المتقدمة يقريوا مادة كاملة
التربية وأساليب الحوار. احنا وين هذا؟ احنا وزارة التربية والتعليم، بينما ما فما حتى مادة تحكي على أساليب الحوار. راهو باش نلوموا العائلة والأم والبو، به والأم والبو ثم شكون علمهم كيفاش يربيوا صغار؟ احنا الأم والبو للأسف قبل الزواج يعملوا هذاك الاختبار والفحص الطبي قبل الزواج والتحاليل، أما حتى حد ما علمهم كيفاش تكون أب صالح وكيفاش تكون أم صالحة. لازم نعرفوا اللي تربية الصغير تعرفوا من وقتاش تبدأ. تربية الصغير تبدأ من اختيار شريك الحياة. أنت نهار آخر لازم تعرف تختار شريك حياتك على خاطر هذاك اللي باش يربي معاك صغارك. كان أسأت الاختيار راك نهار آخر باش تجني على أطفالك. دونك التربية تبدأ من قبل الزواج أصلا. هذاك علاش هذا الكل حاجات راهو لازم نخمو فيها باش نبنيو نهار آخر الجيل ما عندوش ظاهرة العنف. لازم نخمو كيفاش نقريو صغارنا أساليب التواصل والثقة في النفس، على خاطر الصغير اللي عنده ثقة في النفس ويعرف كيفاش يعبر على المشاعر نتاعو هو نهار آخر الطفل ما عندوش عنف. حاجة أخرى زادة، المدرسة لازم يكون المربي هو القدوة. لازم الأنشطة تخلي الصغيرات يخرجوا الطاقة نتاعهم، خاطر قلنا اللي صغير عنده طاقة إذا كان ما امتصتهاش في حاجات إيجابية راهو باش يحطها هو في حاجات سلبية. لازم نرجعوا الأندية المدرسية، لازم نرجعوا ونعطيوا قيمة للتكوين المهني، على خاطر للأسف ثم صغار يذيعوا اللي هما عندهم صعوبات في التعلم يلقاو رواحهم بين المطرقة وبين السندان. يعني الولي يحب السيف يخرج منه شهادة هو ما ينجمش يوصل لها، في نفس الوقت إذا كان مش يخرج من المنظومة التربوية باش يلقى روحه في الشارع. دونك هذا الكل، العائلة الأسرة نخدموا على الصغير، هذا الكل راهو حلقة مرتبطة ببعضها، وإذا كان نضيعوا نقطة فيها راهو بتبيع النتيجة باش تكون ازدياد وتفاقم ظاهرة العنف. شكرا دكتورة منال، يعطيك الصحة. دكتورة بربي سؤال جينا، الجدال اللي لاحظوه عند المراهق كيفاش نتعاملوا معه؟ باه الجدال عند المراهق بالحق يقلق برشا أولياء، أما هو راهو ظاهرة صحية. علاش؟ على خاطر المراهق في العمر ذاك يحب يفرض رأيه، يحب يظهر الولي كونه مش كان أنت تعرف راهو أني زادة نعرف، أو زادة يحب يظهر الولي كونه كلامك أنت ماما ولا بابا ينجم يكون غلط وكلامي ينجم يكون هو الصحيح. أحسن طريقة باش نتعامل مع المراهق هو كونه نشد العصام الوسط في كل شيء، الاعتدال. بمعنى لازم نسمعوا المراهق ونعطيوه ذلنا بالحق، نسمعوه يعني نتفهموا هو فاش قاعد يخمم، ردوا بينا من كونه نتملكوا على حاجة قالها المراهق أو نستهزئوا به. دونك نخليوه يحكي، نسمعوه بالباهي، ومن بعد نجمو نقولوا له باهي فهمتك، عندك الحق في الجانب هذا، هاو الجانب الآخر أنا ممكن مانيش موافقك برشا وهاو علاش. دونك الجدال نحاولوا نستوعبوه قبل كل شيء، نحاولوا نبينوا للصغير اللي ثم حاجات في كلامه تنجم تكون صحيحة، اما ثم حاجات احنا مش موافقين عليها ما لازمش نقولوا له انت غلط 100%، خاطر راه المراهق كي تقول له غلط ما عادش يسمعك، يعتبر له انت ما تتفهموش ووقتها يدور عليك. اذا كان احنا سمعناه وتفهمناه حتى لو كان سلوكه غلطه، نعطيك مثال مثلا ما قراش بالقد جاب نتائج خايبه، نجم نقول له مش مشكل اني نتفهم انت خاطر تحب تعدي وقايت مع اصحابك، ونتفهم اللي في العمر هذايا ساعات بالحق تكون فديت من القرايه مش مشكل، اما مثالش مثلا مازالت عندنا فرصه اخرى تويك. اذا كان يبدا يجادل فيك، نعطي مثال، ثم بعض المراهقين يقول لك تي لويش قاري تي هاو اللي قراو ما خذاوش الشهي تي هاو، دونك يدخل فيك في دوامات اخرى. دونك مثالش طول بالك باش تسمع وتحكي معاه والكل، اما اذا كان هرب بيك برشا وتحنا نعاودوا في نفس الشيء ولا جدال تنجم في الاخر راهو بالحق اذا كان يعني الديسكور نتاعو طول برشا وما هوش هذاك هو اللي احنا نحبوا عليه، نجمو في الاخر نستعملوا سلطتنا كأب أو كأم اللي هو شنو في الاخر نتفهم هذا الكل، أما راه ثم خطوط حمراء لازم نسطروها له ونفسروا له، شوف عايش ولدي إلا قلتوا سافا راه نعطيك مجال الحرية، أما شفت هذه ثم خطوط حمراء ما نتجاوزوهاش. يعني نعطيك مثال، نجم نقولوا له مثالش كان رخيت شوية في القراية، احنا الفايدة أنت عندك مستوى، أما الخطوط الحمراء هي ما تيحوش على المستوى هذاك. الخطوط الحمراء مثلا إذا كان تحب تخرج مع أصحابك مثالش، أما نعرف أنت وين ماشي. دونك في الاخر في الجدال لازم ديما نبين شنو الخطوط الحمراء اللي ما لازمش يتجاوزها المراهق، وهكاك راهو معناها نكونوا استوعبناه. ثم حاجه زاده يغلطوا فيها بعض الاولياء اللي هما يعتبروا روحهم منفتحين، بعض الاولياء يقول لك اني وصغيري اصحاب،
راهو مش حاجة بالضرورة باهية، على خاطر المراهق راهو عنده 100 صاحب ساعات، أما عنده أم بركة وبو برك، دونك ما لازمش تضيع فرصتك أنت للتأثير متاع الصغير، على خاطر راهو ثم كان الأم والبو هما اللي باش يأثروه ويحطوه على السكة. هذاك علاش تقعد ديما مع المراهقة تحط خطوط حمراء واسعة شوية ما نضيقوش عليه الخناق، أما زاد يقعد ديما ثم موانع اللي لازم يعرف إلا هو ما يفوتهاش. واضح، يعطيك الصحة دكتورة منال. احنا استفدنا بصراحة من ملاحظاتك بالحوار معاك، الحديث معاك ممتع برشا. نذكركم سيدة المستمعين انتم تسمعوا فينا على الحياة فام إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع طبيب المختص، موضوع الحصة متاعنا العنف اللفظي والمادي عند الأطفال والمراهقين، وتحضر معنا الدكتورة منال دردور طبيبة مختصة في الأمراض النفسية عند الأطفال والمراهقون. نخرج استراحة موسيقية وهنا راجعين نسمع تليفوناتكم، فما شكون يحب يتدخل بعد الاستراحة الموسيقية نسمعكم. مع الطبيب المختص، مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. عسلامة ومرحبا بكم السيدة المستمعين، نرحبوا باللي التحقوا بينا توا، ونذكركم اللي انتم تسمعوا فينا على الحياة فام إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع الطبيب المختص، وموضوع حصتنا هو كيفية التعامل مع العنف اللفظي والمادي عند الأطفال والمراهقين، وتحضر معنا الدكتورة منال دردور طبيبة مختصة في الأمراض النفسية عند الأطفال والمراهقون. دكتورة، كنا تطرقنا لأنواع العنف، كيفية التعامل اللي معاه. بالنسبة للولي ظهر لي عنا تليفون، ناخذ مدام سهير على التليفون. مرحبا بك مدام. عسلامة مدام، عافاك، شنو احوالك؟ مرحبا مدام سهير، تدخل معنا كولية ولا مربية؟ كولية. مرحبا، تسمع فيك الدكتورة منال. يعيشك. انا وفيت مانيش عندي سؤال معني ديريكتومون للدكتورة، مي حبيت نعلق على حكاية الموضوع هذا ياسر مهم، جاء في وقت مهم جدا بك تفاقمت برشا ظاهرة العنف، وشوفتها خاصة عند المراهقين. بس يقولوا مراهق اكيد كان بداية صغير والحكاية صارت معناها ابخي ديزاكوميلاتيون سكيتيو، كنت سواء كان اسبابها انها كانت من داخل العائلة او ساعات يكون من العائلة، فما أسباب عدة هي تصورها أنا، يا إما من العائلة أو بعد من الإطار المدرسة أو بعد من معناها من المعهد. دونك هنا أنا الملاحظة نحب نقولها أو نتمنى أو نناشد وزارة التربية والتعليم يزينا، بحب سيفغي هي توا تعطي في توسكي لي بروغرام تاع تدريس وكل شيء، والبروغرام شنو لو كونتينيو معناها كيما نقول كوتي اكاديمي، توا خمس الهو بالكوتي سيكولوجيك اللي هو ياسر مهم للطفل. نبداو بالطفل اللي هو بعد شوي اللي مراهق، بعد مراهق شوي اللي معناها فعال في المجتمع. دونك اذا كان ما نعالجوش الظاهره هذه من الاول عند الصغار، رانا مش نلقاو ومن بعد عباد كبار نقسيوهم عبيد معناه العنف يبدا عنف مادي، عنف لفظي من بعد يولي مادي، من بعد نشوفوا في نسبة الجريمة اللي هي تطورت برشا. دونك اللي قاعدين نعيشوا فيه مالوغوزمون معناه كوتي سوسيال في كل مجتمع ولا مجتمع مريض. علاش؟ على خاطر ما قاعدين نسكتوا عليها الظاهرة هذه اللي تبدا بشوية، تبدا بكلمة بعد يولي فعل وبعد فعل تولي جريمة. هنا نحب نناشد عن طريقكم انتم دكتورة عفيف. يا ريت بالحق وزارة التربية والتعليم تتلهي بالكوتين النفسي للأطفال. شو معناها؟ إذا كان لحظة يبدأ فما مرشدين ولا دي بسيكياك ولا دي بسيكولوج معناها يخدموا مع وزارة التربية ويهتموا بالسبريت دو كونفيونس، معناها كسوا يوعيوا الوالي إذا كان لاحظوا حاجة على الطفل يستدعوا الوالي، يشوفوا إيش معناها، علاش الصغير هذاك يتكلم كلام مش باهي أو عنده عنف لفظي. أكيد إذا كان فما أسباب عائلية، إذا كان مش عائلية راهي خارجة عن نطاق العائلة، معناها أسباب في المدرسة كيف بريز دو كونسيونس في داخل المدرسة، معناها ماذا بينا نوعيو الكسوة اللي تقولوا مدرسة، نقولوا إداريين، نقولوا عساس، نبداو بالموظف الصغير نوصلوا حتى للمربي. دونك هذا أنا اللي نحب الحقيقة نشد به، أن نتلهاو برشا بالكوتي هذا، فماش ما ننقذوا هالجيل القادم اللي جاي اللي قاعدين نشوفوا في بوادر خايبة برشا، وهذا ما نتمناه الحقيقة.
يعطيك الصحة مدام سهير، كلامك واقعي وصحيح ومسموع بالحق. احنا الأولياء يقول لك أنا لاهي بصغيري، أنا نكون له قدوة حسنة، لكن صغيري كي يخرج للشارع في معاملته مع المربين، خاصة في التعامل مع المربين، ظهر لي لازمهم المربين أكثر وقت باش يوليوا للأمور النفسية قيمة، باش يتعاملوا، ولازمهم ظهر لي زادة تكوين في المعاملة النفسية سواء مع الطفل وإلا مع المراهق، خاطر الأطفال هذوكم هما مستقبل البلاد. وظهر لي كما قلت أنت دكتورة منال، التفاعل والعلاج يكون من مختلف الأطراف، نبدأ من العائلة للعائلة الموسعة، خاصة للإطار التربوي سواء في المدرسة ولا في المعهد، اللي صغارنا يعديه معاهم وقت ساعات أكثر حتى من اللي يعديه مع الولي متاعه. بالطبيعة المربين بالذات عندهم دور كبير. وهنا كيما يقولوا واحد يجي يلوم يعذر، راهو بعض المربين يقول لك راهو اني ما تلقيتش تكوين، كيفاش نفهم نفسية الصغير والا نفهم الاضطرابات النفسية عند الطفل والا المراهق زيدا. ونعرفوا اللي ثم برشا معلمين ما هماش متخرجين الحقيقة من مدرسة ترشيح المعلمين، دونك اللي كنا قبل بالحق كانت فيها تكوين للمربي على اساس مربي وبسيكولوج معناها بالضبط. هذاك علاش راهو برشا مربين ما يفهموش مثلا الاضطرابات عند الصغير، ما يفهمش الا هو الصغير هذاك اذا كان هو يتحرك في القسم راهو ما غير ما يشعر، راهو على خاطر هو نسبه التركيز نتاعو ضعيفه. كيفاش نتعاملوا دكتوره؟ خلينا توا نمشيو للعلاج. كيفاش نبداو من الطفل اللي عنده فرط الحركه؟ كيفاش نتعاملوا مع المربي؟ كيفاش نتعاملوا معاه في القسم؟ الطفل اللي عنده فرط الحركه راهو اذا كان ما عرفناش كيفاش ناخذوه راهو نهار اخر باش يولي طفل عنيف، لانه في اغلب الاوقات الاطفال اللي عندهم فرط حركه هما عندهم طاقه زايده، هما صغار اللي مندفعين. كيفاش نتعاملوا معاه؟ الحاجه الاولى راهو من الاحسن نحطوه قدامنا، يعني من قدام بحذاء المعلم، باش علاش من قدام؟ باش يبدا هو كي يغزر قدامه ما يراش اصحابه اللي يشغشبوه، يغزر السبوره والانيستو قدامه. الحاجه الاخرى باش يكون المعلم فايق بسلوك هكا ولا هكا. حاجه اخرى صغيره هذيك ما نحطوش بحذاء تلميذ مشوش، زاد كي ناخذوا زوز صغار عنده فرط حركه نحطوهم بحذا بعضهم راهو الاثنين ياثروا على بعضهم. مهم على الاخر الصغير اللي عنده فرط حركه يطلعوا السبوره، يكتب في السبوره، يفسخ سبوره، تشاركوا بالمسؤوليه، تشاركوا. راهو هذا تنجم تعملوه حتى مع الصغار الكل باش ما يصيرش زاد تمييز، ممكن هذاك الصغير عنده فرط حركه اكثر. راهو كمربي اذا كان مربي يتلهى بالصغير وكل صغير يعطيه قدره، مش من ناحيه الاعداد، راهو خاطر سبحان الله فما صغار كيما يقولوا ربي يعطاهم في مخهم وقادرين باش يجيبوا 18 معدل ما غير مجهود كبير. اما ثم صغار اخرين كي يعمل اقصى مجهود وما ينجمش يجيب 12 معدل. الصغيرات هذوك زاد نعطيهم قيمتهم وقدرهم، مثلا اذا كان هو نحسوا الا هو ما يعرفش يقرا بالباهي نجموا نطلعوه يفسخ السبوره، نسقفوا عليه على ابسط حاجه. اذا كان راهو شجعنا صغيرات راهو هما بطبيعتهم يبعدوا على السلوكيات عنيفة. الحاجة الأخرى راهو مهم على الأخر باش نراقب الصغيرات حتى في الساحة، على خاطر ثم مربين يقول لك مثلا إذا كان سنين تعاركوا ساعات بعض الأولياء يجي يتشكي ويقول لك صغير يجي مضروب، ساعات المعلم أو المدير يقول لك ويناش دخلني مثلا المعلم، يقول لك يا أخي أنا في الساحة أنا مش في القسم. ليه؟ راهو حتى في الساحة مهم على الأخر اللي فك الدرج ذاك نتاع الراحة نوفروا للصغيرات ألعاب. ولهنا راهو ماذا بيا يسمعونا الناس الكل، الأولياء، المربين، المجتمع المدني الكل، باش نجموا نوفروا للصغيرات العاب في الساحه. راهو الصغيرات كنحطوا لهم فضاء لعب في الساحه او نخليو لهم بلاصه يفرغوا فيها الطاقه نتاعهم، راهو ما هماش باش يدوروا يضربوا بعضهم من بعد. دونك زاد نلاحظوا اللي الساحه نتاعنا مش مهيئه، صغير في عمر اللعب يلقى الساحه سيمين، مجرد صاحبه يدزه هكا بتفدليك يلقى روحه تجرحه وردوها عنف، بينما هي في الحقيقه مش مقصوده، خاطر كي نقولوا عنف راهو حاجه مقصوده. ما احنا ساعات تصير حوادث مدرسيه بغير قصد، خاطر هما صغيرات مكبوتين حبوا يفرغوا الطاقه هذيك اللي عندهم. مهم على الاخر المعلمين ما يعملوش مقارنات ما بين الصغار، خاطر كي نجيو للصغير نقول له شوف الاخر خذي عدد خير منك، شوف الاخر يقرا خير منك، راهو انت شعمل الاولياء
وبالاخص الاولياء بالطبيعه راهو الصغير ولا بالاخص المراهق اذا كان تقارنه بشخص اخر راهو انت حطمت له النفسيه نتاعو. حاجه اخرى اذا كان شفنا عركه ما بين زوج صغيرات ماذا بينا كمربي ندخلوا باش نشوفوا كيفاش نصلحوا ما بيناتهم باش نتفهموهم الاثنين، خاطر راهو ماهوش بالساهل باش نعرفوا شكون اللي بدا غلط، يعني شكون الغلط وشكون اللي مش غلط. مش هذا المهم، اي مش هذا المهم، لا اهم نصلحوا اللي الاهم نفسروا لهم اللي مش مشكل راهو معناها تصير، دونك نسامحوا بعضنا مهما كان شكون غلط. زاد مهم للاولياء اللي هو ما تجيش لصغيرك تقول له اللي ضربك اضربه، فما اولياء يعتقدوا اي هذيك طريقه دفاع على النفس، يقول لك شنو يضرب ويسكت له، هكاك العنف يولد العنف وما نخرجوش منها. وانت كمربي كريت الولي ماهوش قايم بدوره ما فيه بيست استدعاه وتوصيه وتعطيه بعض النصائح، دونك كيكا الناس اللي كلنا نعاونوا بعضنا وان شاء الله بشويه بشويه ابتداء من الوزاره اللي منشوده باش تغير البرامج التعليميه وتخفف على خاطر هذاك ضغط على الصغار، الولي زاد اللي ماذا به يطور روحه، حتى انت كولي ما تعرفش كيفاش تتعامل مع صغيرك تحاول تتبع، راه فما اولياء يتبعوا الدورات التكوينيه الاولياء يحاول يتبع طرق تربيه الصغار، المربي كيف كيف راه ما تستناش ديما الوزاره اللي تحضر لك التكوين هذايا، راهو ثم مربيين عملوا اجتهادات خاصة. وهنا نذكر ثم مربي فاضل اسمه سينابيل ما ذكرش لقبه، أما هو تحصل في 2021 على شهادة أفضل معلم في العالم مجهودات خاصة، واحد واحد وعاون الصغار اللي عندهم صعوبات، واحد واحد وعمل أنشطة للصغيرات، فكسويع هذيك اللي فارغة ما كانش ينتظر لا جزاء ولا شكورا، كان ينتظر فقط اللي هو يخلي الصغيرات هذوك ينجحوا في قدراتهم في التواصل، يبعدوا على العنف ويكونوا ناجحين في قرايتهم. يعطيك الصحة دكتورة، إن شاء الله مربينا وإن شاء الله أوليائنا الكل يساهموا في بناء جيل بالحق مستقبل البلاد، هما صغيراتنا هذوما والمراهقين. دكتورة من ميزنيش نفلت الفرصة باش تفسر لنا وتجاوبنا على سؤال مهم برشا، المربي في القسم يتعامل مع مجموعة من المراهقين تحت ضغط البرنامج اللي لازم يكملوا، تحت ضغط معناها مجموعة كبيرة من متلامذة ذا قدامه. احنا انت فسرت لنا في الحصه الفارطه وانه المراهق ساعات حتى يبدا يتكلم يظهر صوت عالي ولكن هو مش متعمد انه يكون صوت عالي نظرا لتغيرات جسديه وهرمونيه يمر بها. كيفاش هل لازمنا نتبع اسلوب العقاب اللي هو العقاب، سواء العقاب انك تقصيه من القسم والا انك تعمل الانذار، او هل انه الحوار كي باش تحل باب حوار وقدامك 30 تلميذ كيفاش باش يكون كلهم مراهقين، هل انه باش يكون بالحزم، هل انك لازمك تتغاضى احيانا على تصرفات تعملها وتعمل روحك عين رات وعين ما راتش، كيفاش المربي، هذا سؤال من المربين يحبوا يعرفوا كيفاش لازمهم يتصرفوا في الحالات هذه. باهي بالطبيعه في كل شيء نشدوا العصا من الوسط، اهم حاجه الا احنا ما يكونش العقاب هو الحاجه المميزه للمعلم، علاش؟ على خاطر المربي اذا كان ديما يعاقب، يعني كي نشوفوا مربي اللي هو ماشي في باله باش يفرض السيطره في القسم يعاقب من هب ودب، وساعات ينجم يظلم بعض الصغار، راهو ذاك باش يخليهم ينقموا على المعلم. وغير هكاك حتى اذا كان ما كانش سلوك معني في نجموا يكونوا حاضرين جسما اما العقل يعني ما هوش موجود. مهم على الاخر بالذات في فتره المراهقه وحتى في الطفوله نطفيو الضوء على برشا سلوكيات نتاع الصغيرات، بهيت نبداو بالطفوله. الصغار مثلا اللي هما يقلقوا المعلمين شكون؟ الصغار اللي عندهم مشكله في التركيز او في التعلم، راهو ذوكا مش عاملين بالعاني، راهو ثم صغار من عند ربي عندهم مشكله في التركيز، دونك دورنا احنا باش ساعه باثنين نتفقدوهم ونشاركوهم في القسم. الصغار اللي عندهم فرط حركه كما قلنا لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، ونطفيو الضوء على بعض السلوكيات، خاطر شوف مثلا ثم معلمين يحب الصغير سامحني قاعد ما يتحركش صامبا في بلاصتو، ليه؟ راهو الصغير خلق ليتحرك، دونك الصغير تلفت منا شويه او تلفت منا شويه او هز ستيلو من القاعه ما نعملوش منها مشكل كبير، ما ندخلو الا اذا كان بالحق اثار الفوضى في القسم. كيف كيف المراهقين، راهو ساعات المراهق قد يعمل تصرف هكا ولا هكا، مثالش مادام ما صارتش الفوضى في القسم نحاولوا نطفيو الضوء، راهو مهم على الاخر باش نطفيو عليه الضوء، خاطر احنا كان كل شيء نعاقبوا عليه رانا باش نخسروه وهو لول باش يكون عنيف. إذا كان احنا
احنا توا باش نحكيو معاه كمربي المراهق، نجمو نحكيو معاه مش قدام صحابو، راهو بعد ما يخرجوا الناس الكل نجمو ناخذو كدريج هذاك راح نقولوا له راهو مثلا اليوم حاسينك هكا، شنو حاسس، شنو مقلقك، راهو انت كي تحكي معاه وتجبدوا ليك بالسياسه راهو اكيد مش يتفهمك ويحبك. ونعود نذكره قبل ما الدخله معانا مدام منيا بالحق يعطيها الصحه، وان شاء الله اذا كان المربين كل ينسجوا على ملويلها راهو ما نلقاوش مشكل باذن الله. دونك خلاص القول احنا مش نشدوا العصام الوسط، ما نقعدوش ديما نعاقبوا، وحتى العقاب ما لازمش يكون فيه اذلال او اهانه، راهو العقاب لازم يحترم بطبيعه النرجسيه نتاع المراهق على خاطر ما يحبش قدره يتيح. دونك ما لازمش يكون فيه زاد اقصاء، نحاولوا ديما نعطيوه فرصه اخرى. إذا كان نتبعوا طريق هذه إن شاء الله راه ما نلقاوش حتى مشكل في التعامل مع المراهقين. يعطيك الصحة دكتورة منال، شكرا على المعلومات هذه. احنا براتيكمون وصلنا لنهاية الحصة نتاعنا، نخلي لك كلمة الختام. كلمة الختام راهو الطاقة اللي عند الصغيرات وعند المراهقين راهو كانوا نوظفوها في الإيجابي، راكم تشوفوا شنو يبدع صغيراتنا، راهو الصغير تخلق باش يبدع. أهم أسباب العنف عند الصغيرات راهي تعود درجة أولى لنظام التعليمي اللي هو الحقيقة يقتل الإبداع عند الطفل. راهو الصغير إذا كان ما خليتلوش فرصة باش يعبر على روحه، باش يعبر على رأيه، باش يوري طاقاته، راهو الطاقة هذيك مش تمشي للأسف العنف. دونك هنايا راهو كي نحبوا نصلحوا الحكايه هذيا الازمه العنف عند الصغير لازم نبداو من فوق، من الوزاره من فوق باش البرامج هذه التعليميه تتبدل. يعطيك الصحه دكتوره منيل دردور، طبيبه مختصه في الامراض النفسيه عند الاطفال والمراهقون، رافقناكم في مده اسبوعين، دونك قدمنا زوز حصص في الموضوع هذايا. ان شاء الله الدكتوره منيل تكون موجوده معنا مره اخرى تجيب على تساؤلاتكم وتقرب لنا كيفيه التصرف مع الطفل ومع المراهق للاولياء وللمربين. احنا رافقناكم من 10 نتاع الصباح على الحياه فام اذاعه القيروان للصحه في برنامجكم مع طبيب المختص، من وراء الديجيتال محمد قداح، في الاخراج الصوتي للحصه أحمد مخلوفي، ومن وراء الميكرو الدكتور عفيف الجزيني. تحييكم، إلى اللقاء وباي باي. مع الطبيب المختص، مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM.